3, 2, 1. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ مصطفى من فستق آيس كريم. أهلا وسهلا أستاذ، ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أستاذ أعطينا تعريف عنك وعن بداية الشركة، كيف تأسست في دولة الإمارات؟ طيب خلينا نعرف بالبداية، الاسم مصطفى، وبالبداية أنه أنا كنت بعيد عن هذا المجال لأنه أنا مخلص هندسة مدنية ومخلص ماجستير في إدارة المشاريع الإنشائية. اشتغلت بالمجال، يعني مجال الهندسة، والحمد لله أنه ما حصلت وظيفة اللي كنت أحلم بيها، فأيقنت أنه الموضوع لازم أنه يطلع واحد إلى شغله الخاص ويأسس هو شركة بنفسه. كان موضوع الآيس كريم هو هواية إلى الموضوع، أنه واحد يعني تعرف خاصة بالأوقات الصيفية الواحد يحس بسعادة لما يأكل الآيس كريم أو يبرد نفسه، فكان في شغف بخصوص هالموضوع هذا. بلشنا نتعلم أنه شلون نكون نبلش بيهن والأجهزة مالتهن موادهن. عدنا خلفيات بسيطة مثلا من الوالد، لأنه كون الوالد أنه هو اللي شغال بموضوع المواد الأولية للآيس كريم والكيك، فقدرنا عن طريق المعارف نقدر نتعلم شلون نسويها. بلشنا بالبداية بغداد، وبعدها أنا تركت بغداد جيت للإمارات. مثل ما قلت لك أنه ظليت أحاول بالوظائف لحد ما شفت أنه خلص صار الوقت اللي لازم أنه أبدي به، فقلت للوظيفة مع السلامة، خلص كفي وأبدي بشركتي إن شاء الله الخاصة. طبعا نوع الخدمات أو المنتجات المقدمة من قبل الشركة؟ حاليا احنا طبعا الشيء الاساسي هو الايس كريم ويا الازبري اللي هنا يتسمى السلاش، بس طبعا الطعم غير شكل يختلف تماما. والاشياء الثانيه هي المشروبات اللي هي الميلك شيك والقهوه والموهيتو وغيره ان شاء الله. جايات حتى الايتمات الجديده، احنا هسه بالبدايه هالايتمات واكيد راح نتوسع يوم بعد يوم اكثر. كيف تميزتوا في ظل المنافسات الشديده في دوله الامارات؟ الموضوع هذا بخصوص كون انه الايس كريم العراقيه تختلف عن باقي الايس كريم، او انه انا ما شفت انه في موجود هنا بالدوله ايس كريم عراقيه او نفس الطعم، فهذا الشيء هو اللي شجعني. بنفس الوقت كنت متردد من الموضوع، يا اما راح ترفض يا اما انه لا راح تشوف فد قبول كبير وراح يعني الزباين يكسرون كثار عليك يمكن ما تلحق عليهم. فالحمد لله والشكر، يعني بالبدايات انه اول ما واحد بدا والحمد لله مشت الامور، فكل خير كل خير ان شاء الله. بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، ما هي الرؤيه والخطه المستقبليه للشركه؟ باذن الله في كل اماره موجود لنا فرع. بالنهايه ما هي الرساله اللي بتحب توجهها لدوله الامارات على نعمه الامن والامان وعلى دعمها المتواصل للمستثمرين؟ طبعا الحمد لله رب العالمين انه نعمه الامن والامان يمكن ما يحس بيها الا اللي فقدها. احنا فقدنا هذه النعمه والحمد لله والشكر رجعنا لقيناها هنا موجوده بهالبلد هذا. انا مرات ممكن انه اتاخر في شغلي او اترك بيتي لساعات ما يضل بالي عليه، فالحمد لله والشكر انه هذه الشغله مهمه. الشغلة الثانية هو موضوع التسهيلات. أنا كل ما يعني الأمور المتعلقة بالشركة كتأسيس كأوراق كذا كلها سويتها بنفسي، الموضوع سهل والموظفين كلهم ما يقصرون، بالعكس يرشدوك إنه اللي وين أنت لازم تسويها، شنو الخطوات اللي لازم تتخذها. كل الأمور الحمد لله سهلة وتمام. ممكن تخبر المشاهدين كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا معك؟ عن طريق الجوجل ماب اولا، حتى عشان يكون انه اللوكيشن موجود. عندنا صفحاتنا على الانستغرام على التيك توك، وعندنا الموقع الويب سايت موجود بنفس الاسم فستق آيس كريم. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناه ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.